النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. مشاهدينا الكرام اسعد الله اوقاتكم بكل الخير اليكم نشره الاحوال الجويه الرئيسيه لهذا اليوم. اشتدت الموجه الحاره نهر هذا اليوم بشكل لافت في اغلب المناطق وسجلت درجات حراره فوق 40 درجه مئويه في معظم المدن الاردنيه كما بلغت العظمى في العاصمه عمان حوالي 43 درجه مئويه. من المتوقع اسمار تاثير هذه الموجه الحاره والكتله الهوائيه شديده الحراره المسببه لها خلال على الاقل 72 ساعه القادمه. هذه الليله يتوقع ان يسود طقس حار نسبي مع احتماليه تسجيل درجات حراره قياسيه نسبه لدرجات الحراره المعتاد عليها في ساعات الليل ويكون الطقس كما ذكرنا حار نسبيا في اغلب ومعظم مناطق المملكه مع ظهور لبعض الغيوم المتوسطه والعادية اما بالنسبه لنهار يوم غد فمن المتوقع بمشي الله تعالى ان تكون درجات الحراره اعلى من معدلاتها المعتاده مثل هذا الوقت من العام باكثر من 12 درجه مئويه الطقس سيكون لاهبا وجافا في معظم المناطق وتسجل درجات الحراره كما تلاحظون ما بين 41 و44 درجه مئويه في اغلب ومختلف المدن الاردنيه والقرى بما فيها العاصمه الاردنيه عمان كما وتلامس درجات الحرارة الخمسين درجة مئوية في بعض مناطق الأغوار الوسطى وقد تتجاوز أيضا خمسة وأربعين درجة مئوية في مناطق الأغوار والبحر الميت وأجزاء من خليج العقبة تظهر تدريجيا بعض السحب المتوسطة والعالية غدا مع احتماليه لان ينتج عنها هطول لبعض الزخات المحليه من الامطار في مناطق محدوده وقد يصحبها حدوث الرعد. الرياح تكون غدا عموما جنوبيه شرقيه الى شرقيه خفيفه الى معتدله السرعه لكنها تتحول الى شماليه غربيه في ساعات العصر والمساء في شمال وشرق المملكه وربما تثير بعض الاتربه والرمال. بالنسبة لتوقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة من المتوقع بمشيئة الله تعالى كما ذكرنا إذا غدا الجمعة أن تبلغ درجة حرارة العاصمة عمان حوالي 43 درجة مئوية كحد أقصى في ساعات النهار تكون أكثر من ذلك ربما في شرقي العاصمة عمان وتكون على مشارف ال 40 درجة مئوية في المرتفعات الجبلية العالية من العاصمة الصغرى ليلة الجمعة على السبت تكون أقل مما هي عليه ليلة الخميس على الجمعة لكن إجمالا تبقى الأجواء حارة نسبيا درجات الحرارة تفوق الأربعين درجة مئوية تبقى كذلك الأمر يومي السبت والأحد في استمرار لتأثير هذه الموجة الحارة والكتلة الهوائية شديدة الحرارة المسببة لها قبل الختام هناك توصيات هامة بشأن هذه الأحوال الجوية السائدة وهو عدم وينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس ولفترات طويلة حتى عفوا وإن لفترات طويلة الأمر الآخر ينصح بالإكثار من شرب السوائل الباردة والمرطبات كما ينصح بعدم بذل أي جهد بدني في الخارج في ظل هذه الأجواء هذا كان كما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة دمتم في رعاية الله إلى اللقاء